السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعتنا اقول لكم على حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فعايزين قبل ما نبدأ نسمع المحاضرة او قبل المذاكرة عموما نستحضر النية، نية طلب العلم، علشان لما نيجي نذاكر نحس ان الموضوع بسيط وخفيف، ما نحسش ان الدنيا تقيلة علينا. تمام؟ طيب ندخل بقى في المحاضرة بتاعتنا. بسم الله. المحاضرة بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الدكتور بيشنت ريليشن شيب. يعني ايه؟ يعني العلاقة ما بين الدكتور والمريض. ايه ده؟ وفي علاقة ما بين الدكتور وما بين المريض؟ هو مش المريض بيدخل بيقول شكوته، مثلا رجلي وجعاني، صدري تعبني، بطني بتوجعني، ويبتدي الدكتور مثلا يكتب له علاج للشكوى دي وخلاص على كده؟ قالك لا، في حوار داير ما بين الدكتور والمريض، لازم يحصل الحوار ده ما بينهم هما الاثنين، ولازم تكون في علاقة كويسة ما بين الدكتور وما بين المريض اللي داخله، مش مجرد واحد يدخل يقول شكوى وانا هكتب له علاج وخلاص. تمام؟ تاني حاجة، ان في ناس اصحاب امراض مزمنة. اصحاب الامراض المزمنة دول مش هيروحوا للدكتور مرة واحدة بس، لا، دول هيروحوا للدكتور كذا مرة. تمام؟ هيبقوا معاهم في بقى استشارة في استشارة ومقابلة في مقابلة، ولازم طبعا يبقى في ما بينهم حوار كويس علشان الدكتور يعرف يتفاهم مع المريض، وبالتالي يعرفوا يوصلوا لحل الايه المشكلة بتاعته. فهيبقى في كذا مقابلة، فلازم الحوار او يكون في حوار ويكون في تفاهم ما بين الدكتور وما بين المريض، علشان المريض يبقى مستريح وبيقول شكوته ويبقى مستريح اصلا وهو ماشي مع الدكتور في رحلة علاجه على طول. تمام؟ طيب قبل بس ما نبدا المحاضره، الدكتوره حط في الاول كده موضوع بسيط خالص اسمه البروفيشناليزم. تمام؟ ده ملوش دعوه بموضوع المحاضره. تمام؟ يعني ايه بروفيشناليزم؟ يعني ايه بروفيشناليزم؟ ان الشخص يكون بروفيشنال. يعني ايه بروفيشنال؟ يعني يكون ايه، يعني مثالي كده في المهنه بتاعته. تمام؟ مش واخد المهنه على انها ايه، انا رايح اكشف وادي دواء وخلاص، لا، ليها ابعاد تانية كتير. زي ايه مثلا؟ زي ان انا مثلا الحالة اللي انا داخل عليها دي محتاج ان انا ايه اتعامل معها كويس من قبل اصلا ما ابدا اسمعها ولا اعرف عندها ايه ولا اي حاجه، وبعد كده ابدا اكشف عليها كويس وافهم الكلام منها واتعاطف معاها، وابدا ان انا احلل الشكوى ديت، وابدا ان انا اشخص المرض الموجود وان انا اعالجه. تمام؟ لو المريض ده هضطر ان انا وانا هقابله يعني اكتر من مره في كذا استشاره، يبقى في ما بيننا تفاهم. المريض يقدر يقول لي مثلا الدواء اللي انا كتبته له ده تعبه، مثلا عمله مشكله في حته تانية تعبته، فينفع اغيره فاقدر اغيره. يعني يبقى في كده، يعني مش مجرد ان انا دكتور ان انا داخل هكشف ودي دواء بس، لا طبعا، في حوار داير ما بيني وما بين المريض. تمام؟ طيب هنا بيقول لك ان البروفيشناليزم ريفيرز تو يور توتال باكج، هاو يو ثينك لوك اند اكت اون ذا جوب. يعني ايه؟ يعني البروفيشناليزم ده يعني انت كده كلك على بعضك، مش مجرد ان انت واخده منك مهنتك بس، ان انت المهم ان انت بس تعرف لي تكتب لي علاج وخلاص، لا، لازم يعني انت على بعضك، طريقه تفكيرك عامله ازاي ونظرتك عامله ازاي، بتشتغل ازاي في شغلك. تمام؟ ان انت يعني مهني، مش مجرد ان انت يعني بتكشف وتدي ده وخلاص، لا، يعني عندك اخلاقيات المهنه. تمام؟ وده اللي هيبان دلوقتي. يعني ايه مثلا؟ قالك it includes you technical skills appearance work habits soft skills. technical skills يعني ايه؟ technical skills اللي هو ان انت تعرف تكشف وتشخص وتعالج والموضوع ده كله، انت تعرف تعمل الكلام ده كله، واسمع المريض اللي قدامي واشخصه واوصله المعلومة اللي عندي، يا حاج انت عندك كذا كذا كذا، هتمشي على الدواء كذا، تاخده في اوقات كذا. يعني هو دي الفكرة، technical skills ان انا اقدر اشخص وعالج المريض اللي قدامي. تمام؟ بعد كده تبع البروفيشناليزم برضو الابيرنس بتاعك. يعني انت شكلك يبقى لازم تبقى تكون كدكتور محترم شكلا وموضوعا. يعني انت اخلاقك كويسه، يعني مثلا مش داخل المريض مكشر او تكلمه بقرف، او انت مثلا لسانك مش كويس، يعني بتشتم مثلا، ممكن تشتم، ممكن تغلط في المريض، ممكن تغلط حتى في زميلك اللي واقف جنبك ولا في الممرضه ولا في اي حد، لا، لازم تكون محترم. تمام؟ حتى في شكلك يكون كويس، تكون لابس لبس نظيف، لبسك مهندم، البلطو، لابس البلطو، مش داخل كده يعني، لا، لازم تكون لابس البلطو بتاعك وشكلك نظيف، شكلك يعني يدل ان انت اصلا ايه، ان انت دكتور. تمام؟ فده الابيرنس. الورك هابتس ان انت بقى يعني ان الورك هابتس يعني انت عادتك في الشغل وعادتك في الشغل، وان انت تكون بتشتغل كويس وان انت اسلوبك يكون كويس وهكذا. السوفت سكيلز بقى يعني ايه؟ المهارات بقى اللي عندك، شويه السكيلز اللي عندك دول اللي هم بجانب بقى ان انت دكتور شاطر وبتعرف تشخص وتعالج. زي ايه مثلا؟ زي الورك ايثكس. يعني ايه الورك ايثكس؟ يعني اخلاقيات المهنه.
انك دكتور كويس خلوق بتحترم، يعني مثلا من اخلاقيات المهنه ان انت تحترم خصوصيه المريض. المريض قال لي بيانات عنه ما خرجهاش لاي حد. ايوه انا هعمل كده فعلا، ان من اخلاقيات المهنه ان انا اعامل المريض بشكل محترم، ان انا ما ضايقوش، ان انا ما عنفوش. دي من اخلاقيات المهنه، يبقى لازم اعمل كده. ان انا اتعامل مع زمايلي في الشغل بطريقه كويسه، ان انا لو هعمل بحث ولا حاجه ولا بحث علمي او كده، المعلومات اللي هجيبها دي جايبها من كتاب ولا من مثلا من بيبر دكتور كتبه، انسب الكلام ده للدكتور اللي كاتبه، ماخدوش وانسبه ليا انا، ان انا اللي عامل كده. من اخلاقيات المهنه ان انا ما استغلش المريض، ان انا اخده لا انا مش يعني مثلا ايه، روح مثلا اعمل تحاليل في المركز الفلاني، لان انت اساسا يعني مشارك في المركز ده، او ان انت هيبقى ليك نسبة منه. تمام، يعني اللي هي الحاجات اللي هي كلها فيها اخلاقيات كده، وان انت تبقى دكتور خلوق وكويس لازم انت تعمل دي اخلاقيات المهنه. تمام، الاتيتيود، موقفك يعني موقفك عموما، موقفك تجاه المريض عامل ازاي، موقفك لو في مشكله قابلتك هتعرف تحلها ولا لا، ازاي انت تبقى ليدر كده، تبقى قائد، تعرف تحل المشكله، تعرف تعمل بروبلم سولفينج، تعرف تسيطر على لو حصل اي غلط تعرف تسيطر عليه وتحله بهدوء، من الموضوع ما يكبرش منك، وهكذا. السيلف كونفيدنس، ان انت اصلا يبقى عندك ثقه في نفسك، ان الدكتور كده مش حاسس ان انت متوتر او قلقان، او ان انت اصلا متذبذب كده مش واثق في نفسك، لا لازم يكون عندك ثقه في نفسك. وادابتابيلتي يعني ان انت بقى تبقى يعني تعرف ان انت تتكيف مع ظروف المهنه بتاعتك، ويعني زي الواحد زي اللي يعني بيبقى مرن في معاملته. تمام، ما يبقاش هو لا انا ليا نظام معين لا خلاص مش هغيره، لا لازم الواحد يكون يعرف يتكيف مع المكان اللي هو هيبقى موجود فيه، يتكيف حتى يعني يعرف يتعامل مع كل انماط المرضى اللي جايين له، كلهم مش هيبقوا شبه بعض ولا كلهم نفس الاسلوب، يعرف يتكيف حتى في معاملته معاهم كلهم، مع زمايله وهكذا. اوبتيميزم طبعا، يبقى فيه تفاؤل، طبعا يبقى عنده تفاؤل ومتفائل ويدي امل حتى للمريض اللي داخله، يكون مبتسم، يكون عنده تفاؤل كده. التايم مانجمنت يعني بيعرف ان هو يعمل يدير وقته وينظم وقته. بروبلم سولفينج زي ما قلنا، ان يعرف يحل المشكله ما تكبرش منه، لا يعرف يحلها ويخطط لها ويحلها ازاي، وايه اسباب المشكله، ويجيب المشكله من جذورها كده ويبتدي ان هو يصلحها. افكتيف كوميونيكيشن يعني يبقى عنده تواصل كويس، تواصل مع المريض، تواصل مع زمايله، تواصل مع اي حد، بيعرف يتواصل كويس، يتكلم كويس، ياخد ويدي في الكلام، يعرف ياخد المعلومه من اللي قدامه ويعرف يدي المعلومه اللي عنده كمان ويفهمها له. تمام، يبقى ده كده غير موضوع المحاضره خالص، اللي احنا اتكلمنا فيه حته اسمها بروفيشناليزم. يعني ايه بروفيشناليزم؟ ان انت باكج كده على بعضك، ان انت شاطر وبتعرف تشخص، تعرف تعالج، شكلك كويس، انسان مهندم، ليدر في نفسك، وعارف يعني تتكيف كده في الظروف اللي حواليك، واخلاقك كويسه، وعندك السوفت سكيلز. طبعا السوفت سكيلز دي ما بتبقاش موجوده عند اي حد، وبتيجي بالممارسه. تمام، فعندك السوفت سكيلز بقى اللي هي اخلاقيات المهنه وطريقه التعامل وازاي تحل المشكله وهكذا. تمام، ندخل بقى في موضوع بقى المحاضره نفسها. تمام، هو ايه الموضوع؟ what is the doctor patient relationship، يعني ايه الدكتور بيشنت ريليشن شيب؟ قال لك the doctor and the patient are on two opposite end، هما الاثنين كده يعني ايه، يعني هما طرفين قصاد بعض كده، دكتور وقدامه مريض، انا هسال والمريض يجاوبني، والمريض يتكلم وانا هستقبل منه. تمام، هستقبل منه وهفهم هو هيقول لي ايه، وابقى مركز معاه واتعاطف معاه. تمام، وبعد كده بعد ما فهمت شخصت، فعايزه اوصل له انا شخصت كده ليه، او ان انا انت عندك ايه، يفهم هو عنده ايه المريض برضو، هديك علاج كذا، طب تمشي عليه ازاي. تمام، يعني هو كان ايه طرفين كده قاعدين قصاد بعض. The doctor has a high level of knowledge on a problem that patient almost knows nothing about، يعني ايه؟ يعني الطرفين اللي قاعدين قصاد بعض دول، في طرف منهم اللي هو الدكتور ده عنده المعلومات وعارف وعنده المعلومه وعنده التشخيص وعنده البتاع، الطرف اللي قدامه اللي هو البيشنت ده ما عندوش اي حاجه، مش عارف اي حاجه عنه، هو جاي يشتكي من وجع معين وخلاص، انا ما يعرفش هو عنده ايه. وذا دكتور از اوفن ميكانيستك فايند اند فيكس ابروتش، يعني الدكتور ده زي ايه، هو اللي يعني ايه هيدور كده وياخد الشكوى ويعرف من الشكوى التشخيص ويبتدي يدي العلاج، يعني كانه بيدور ويجمع معلومات عن الحاله اللي قدامه هيعرف يعالجها. ميكانيستك يعني ايه؟ يعني ايه هيصلح، يعني كانه هيصلح المريض اللي قدامه كده، يعرف المعلومه ويعرف التشخيص ويديله دواء. يبقى فايند اند فيكس، هيدور على المعلومه، يدور على الشكوى وياخدها ويعرف التشخيص ايه، ويبتدي ان هو يعالج المريض ده. The patient is concerned with illness، انما المريض نظرته بقى مختلف، الدكتور نظرته ان هو ايه، تعالى انت قدامي ايه، تعبان من حاجه، هدور واعمل والاقي لك حل عالجك بيه.
المريض طبعا بالنسبه له المرض ده لا، ده disruption of life، ده المرض ده انا تعبان جدا، ده انا لا، ده انا حياتي بتنتهي، تمام. فنظره الدكتور غير نظره المريض، but it's entirely different from mechanic client ريليشن شيب. يعني الموضوع مش كده، الموضوع مش زي مظاهر كده ان هو كأن ايه ده انا ميكانيكي ومثلا، او انا شخص بقى اللي هيصلح اللي فاهم في الموضوع وانت كلاينت جاي لي كزبون، تمام. زي ما قلنا بقى اللي هي العلاقة اللي هي ما فيهاش يعني اي يعني اللي هو ايه المريض يدخل يقول شكوى يعالج، لا طبعا الموضوع مش بس كده، او ان انت مش داخل لي ان انت بالنسبة لي حاجة انا هصلحها وخلاص، لا طبعا الموضوع مش كده بالظبط. الموضوع بيشمل حاجات كتير جدا، بيشمل التواصل هيكون ازاي مع المريض من اول ما هيدخل لحد ما يخرج، مش مجرد شكوى وان انا هلاقي له ده علاج وخلاص، تمام. فتاني بقى يبقى ايه دي الدكتور بيشنت ريليشن شيب، علاقه من طرفين كده، دكتور ومريض، تمام. الاتنين قاعدين قصاد بعض، الدكتور عارف عنده المعلومات كلها بالنسبه له الحاله اللي جايله دي، انا يعني طبعا هو الموضوع مش بس كده ان انا هعالج وخلاص، او ان المهم عندي ان انا الاقي له علاج وخلاص، لا، وان هيبقى في علاقه متكامله من حوار، وان انا ابقى منتبه معاه، والبودي لانجويج وكل ده يبان قدام بعد كده. بس نقول ان الدكتور عنده المعلومات وهو الميكانيستك اللي هو يعني فايند اند فيكس، هو اللي هيدور بقى ويعرف الدايجنوزس كده ويبتدي يعالجه. قدامه الطرف التاني المريض ده شايف ان لا ده المرض ده هينهي لي حياتي، لا انا مش قادر، والمريض طبعا مبقاش عارف طبعا هو عنده ايه، تمام. بس في الاخر الموضوع مش واقف على ايه، او الموضوع مختلف تماما عن انه يكون بس مجرد ايه حق يعني حد هيقول شكوى وحد هيعالج، لا الموضوع بيشمل علاقه متكامله ما بين الدكتور وما بين المريض اللي قدامه. طيب هنا بقى دخلنا في الموضوع وات از دكتور بيشنت ريليشن شيب. احنا قلنا في المره اللي فاتت او في السلايد اللي فاتت ان هو ايه، انت عندك مشكله وانا هعالجها لك، ورجعنا قلنا ان الموضوع مش بس كده. امال ايه؟ قال لك اتس ان ايموشنال اسوشيشن كلينيكال انكاونتر between the doctor and a patient which arise when the doctor is in a professional capacity interact with the patient. يعني الموضوع في emotional association، انت مش داخل بس تقول لي شكوتك وانا مثلا تعبان من كذا، طب يلا نكشف، هوب ده انت عندك كذا، يلا العلاج كذا كذا، خده خلاص كده، لا لازم طبعا يبقى في جزء ايموشنال، اتكلم مع المريض، اخلي المريض يحكي لي شكوته كده وهو مستريح، ويقول لي ايه اللي جابه لحد عندي وايه اللي خلاه يجي، يعني ممكن يبقى الوجع اللي عنده ده عنده بقاله كتير، ايه اللي جد خلاه يجي، تمام. طب مثلا انا لما باخد المريض برضه ما باخدوش كانه فيزيكال بس، طب ما ممكن في امراض كتير بتبقى سببها لو رجعنا الاصل ده سببها مثلا منتال، تمام. يعني مثلا تبقى ايه مثلا متعرض لستريس جامد فهو عامل له المرض ده، افضل عالج بقى في الشكوى اللي عنده دي وخلي الاستريس مش ما تعالجوش، هتفضل المرض ده او الشكوى دي عنده على طول لان انت ما عالجتش السبب، تمام. ولازم انا كمان في معاملتي مع المريض ابين اكون في ايموشنز كده، وابين ان انا متعاطف معاه وحاسس بيه، تمام. ما يبقاش الكلام ما بيننا فيه جفاء كده، لازم ان انا احس ان انا وابينه ان انا مهتم بيه، وايوه وكمل وسامعك، وتساله ما تسيبوش كده بيتكلم يحس انه تايه، لا لازم تسأله عن حاجات معينة، لازم تسأله شوية أسئلة يعرف يرد عليها، وتبقى متعاطف معي، تمام. The relationship begins when a person who is ill or believe that he is ill consult a doctor. طبعا العلاقة بتبتدي منين أو المقابلة أساسا بتبتدي منين؟ لما المريض اللي جاي لده أو الشخص اللي جاي اللي تعبان ده هو تعبان، تمام، عنده تعب معين، جاله وجع معين، هو ده اللي جابه على الدكتور عشان ايه؟ عشان يستشيره الدكتور، عشان يرجع للدكتور ده يقول له اعمل ايه وما اعملش ايه، اخد ايه وما اخدش ايه. دي الفكره. من اول بقى ما المريض ما هيجي لي عشان يقول لي شكوته دي، من هنا ابتدى الحوار اللي هيدور ما بيني وما بينه، ابتدت الريليشن شيب. The success or failure depend on various factors including the nature of relationship that exists between the doctor and the patient. كون بقى ان يعني الموضوع بقى ينجح او يفشل، هعرف اعالجه ولا مش هعرف، المقابلة هتتم كويس ولا لأ، ده هيعتمد على عوامل كتيرة قوي، منها طبيعة العلاقة اللي هتبقى بينه وما بين المريض ده. هو أنا داخل كده بكلمه بقى مش مديله اهتمام وقعد يلا وقول شكوتك واكتب له علاج ويلا، ولا أنا مهتم واتفضل وارحب بالمريض كده بشكل كويس وأسلوب فيه ود كده ولطف، وقعده واتكلم معاه وقول لي شكوتك بالراحة، أنا مش مستعجل خالص وأنا ما بتكلمش بسرعة ولا مستعجل عليك خالص، قول شكوتك بالراحة، ابتدي أتكلمه بشكل كويس، هبتدي أشرح له أنا شخصته على الأساس ده ليه، أو أنا قلت له التشخيص ده ليه، طب هتاخد أدوية إيه، طب تعمل، طب تاخد ده في أوقات إيه، طب إحنا معلش لازم نغير كذا في الدايت بتاعك، نظام أكلك هنغير فيه شوية علشان هو ده اللي تعبك، أنت مثلا بتشرب سجاير معلش هنضطر نوقف التدخين، يعني كده علشان المريض يعرف ان هو يعني يبقى حاسس ان هو خارج مستريح من عند الدكتور،
تمام. يبقى الدكتور بيشنت ريليشن شيب دي فيها ايه؟ ايموشنال اسوشيشن، يعني فيها جزء ايموشنال، ان انا متعاطف مع المريض اللي قدامي، والمقابله اللي هتدور ما بيني وما بين المريض دي لازم تكون كويسه، لان لو الحوار اللي حصل ما بيني وما بينه كان كويس والمريض قال شكوته ومستريح وخرج من عندي ومستريح، تمام، ده طبعا هينجح لي طبعا العلاج، طبعا هيسمع كلامي وهياخد العلاج وهيعمل التحليل اللي هقوله عليها، وهنبقى وصلنا للنتيجة اللي مطلوبة، وهي ايه في الاخر؟ ان المريض يكون راضي ومبسوط ومستريح، والشكوى اللي جاي لي بيها دي تقل وما يشتكيش بيها تاني، تمام. والموضوع كله بيبدأ امتى؟ من اول ما المريض بيجي عشان يقول لي شكوته دي، تمام. طب why is doctor patient communication unique؟ ليه 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 يعني علاقة الدكتور بالمريض دي علاقة كده مميزة، يعني أو التواصل ما بينهم ده مهم كده ومميز؟ قال لك أول حاجة، إن ال patients on the first visit share their most personal information to someone they have never met before. المريض اللي جاي لك ده هيقول لك معلومات، هو جاي أول مرة يشوفك وأول مرة يقابلك، ويقعد يحكي لك عنه معلومات شخصية، تمام. فدي مش حاجه سهله ولا بسيطه، لازم يحس ان انت، لازم يحس ان هو مستريح لك اصلا، ان انت شكلك كده مهندم واسلوبك كويس، فهو يقدر يقول شكوته كمان هو مستريح ومطمن، وفي كده برايفسي وفي خصوصيه، وانت محسس ان في شيء من الخصوصيه كده، ان انا الكلام ده مش ما يخرجش لاي حد وهكذا، فالمريض يحس ان هو مستريح، تمام. مثلا لو مريض مثلا رايح لدكتور مثلا نفسي، طب ده هيقول بقى معلومات خصوصية جدا بقى، يا ده يحكي مثلا قصة حياته ويتكلم عن أهله، ممكن يتكلم عن أسباب اللي تعباه وجايباه لحد هنا، أو اللي عامله له مثلا ستريس، أو عامله له مثلا، أو هو مثلا عنده صدمة من حدث معين حصله، فيحكي يعني حاجات شخصية كتير، فلازم يحكي وهو مستريح، تمام. وده طبعا مش هيحصل إلا لو حس إن الأسلوب ما بينه وما بين الدكتور كان إيه؟ كان كويس. they look to you for guidance when making critical health care decision. المريض جاي لك ان انت يعني زي ما نقول كده المريض بيتعلق بقشاية، يعني كأن انت خلاص انت الجايدنس، انت اللي هترشده كده، اللي هو هتعمل كذا، هتعمل التحليل الفلانية، هتاخد الادوية الفلانية علشان تخف، هتبطل كذا، هتزود كذا، تمام. فهو بيبقى وصلك ان انت ان انت اللي هتعالجه، وان انت اللي هتحلله مشكلته دي. Within minutes of meeting, patients are often required to disrobe for a physical examination and are placed in a vulnerable situation. يعني ايه؟ المريض لما يدخل وابتدي اتكلم معاه، باخد منه history, personal history, present history, past history وبتاع. شوية بقى مثلا المريض ده بطنه وجعان، هضطر ان انا اقول له لو سمحت معلش بقى هتكشف لي على بطنك كده، هيكشف يعني ايه، يرفع مثلا تيشيرت اللبس ولا حاجة، علشان ابتدي ان انا ايه اعمل بقى على بطنه، واعمل examination بتاعي بقى، اسمع بالسماعه واعمل بركشن واعمل بالبيشن واشوف بطنه يعني فيها ايه، تمام. طبعا ده مش سهل، المريض داخل لي كده وبعدين بعد ما قعد معايا شويه هيضطر يقوم يقلع وبتاع واكشف عليه، طبعا ده بيبقى موقف محرج، تمام. فبالتالي لازم يكون انا مريح المريض قدامي ومديله في شيء كده من الخصوصيه، تمام، ومن الثقه ما بيني وما بينه، واسلوبي ودود كده في الكلام معاه، عشان المريض بيحسش ان هو محرج، او ان انت ما كده مش حاسس ان حاسس انت مخنوق، او ان انت مستعجل، او ان انت لا، لازم يحس ان هو مستريح كده وقاعد، وان انت يعني مهتم بيه وبشكوته ومتعاطف معاه، علشان يقدر ان هو يحكي لك شكوته ومستريح، وان هو بعد كده هيقوم يكشف حتى ما يحسش بالاحراج، تمام. فتاني قلنا ليه البيشن دكتور كوميونيكيشن مهمه ومميزه، وعلاقه كده مميزه ومهمه، قلنا لانها المريض هيقول لك معلومات شخصية كتير عنه، وتاني حاجة ان هو هيقوم بعد ما يحكي لك او تاخد منه الهيستوري، هيقوم عشان يكشف، ويبتدي ان هو يكشف عن جسمه ويقلع هدومه وكده، فلازم يحس ان هو مستريح ومطمن، مش حاسس ان هو محرج، وبعد كده هو شايفك ان انت الجايدنس بتاعه، وان انت اللي هتحله مشكلته دي. طيب التايبس اوف دكتور بيشنت ريليشن شيب ايه؟ دكتور بيشنت ريليشن شيب دي نوع واحد؟ لا، دي تايبس. ايه هي؟ باترناليستيك ريليشن شيب، ميوتشال ريليشن شيب، كونسومرست ريليشن شيب، والديفولت ريليشن شيب. يعني ايه باترناليستك دي؟ يعني علاقه كده ابويه، يعني الدكتور كانه ايه زي الاب كده، والمريض زي كانه ابنه كده، انت ليه ما عملتش كده، انت ليه ما بطلتش السجاير، انت ليه ما سمعتش كده يعني، تمام. هنعرفها دلوقتي. ميوتشال يعني فيها مشاركه، علاقه ما بين المريض والدكتور هيبقى فيها مشاركه، المريض يعني فيها هناخد وندي في الكلام مع بعض. كونسومرست يعني فيها مستهلك، يعني هيبقى يعني ايه، لا ده الدكتور ساكت والمريض هو اللي بيقول له اعمل لي كذا واديني كذا، ففيها استهلاك كده، كأن الدكتور ملوش لازمه والمريض بيستهلكه كده، بيستغله، انا جالك عشان تكتب لي شكوى، اكتب لي، انا جالك اصلا عشان تكتب لي شهاده مرضيه، انا جالك عشان تحولني لمستشفى الفلانيه، انا جالك يعني كده، كأن الدكتور هو اللي يعني المريض هو اللي بيقول عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا.
ديفولت ريليشن شيب يعني علاقه فيها اهمال، لا المريض فاهم حاجه ولا الدكتور فاهم حاجه، والدكتور عمال مش مهتم بالمريض، والمريض كمان كده ما هوش مهتم بالموضوع، فعلاقه كده يعني ايه فيها اهمال شديد يعني. تمام، ده هيبان دلوقتي في الشرح. الباترناليستيك ريليشن شيب ده اول نوع، دي يعني ايه علاقه كده فيها ابويه كده، ان الدكتور كانه اب والمريض كانه ايه كانه ابنه كده. فتراديشنالي كاركترايزد ميديكال كونسلتيشن، يعني كانها يعني ايه يعني كلام دي يعني المريض رايح ياخد استشاره الدكتور، يعني علاقه ليها جافه جدا، اللي هو انا عندي كذا اديني يعني عندي كذا، فالدكتور يكتب له العلاج الفلاني ويمشي على التعليمات. تمام، فهي اللي هي البدائيه خالص، اللي هي ايه ميديكال كونسلتيشن، بستشير الدكتور في المشكله اللي عندي علشان يديني العلاج. تمام، هاي فيزيشن كنترول اند لو بيشنت كنترول، الدكتور هو اللي يعني هو اللي في ايده التحكمات كلها، هو اللي بيقول لي اعمل كذا، تاخد الدواء الفلاني. المريض مش من حقه ان هو يعارضه ولا ان هو يتكلم معاه ولا ان هو يناقشه ولا اي حاجه، والمريض ما له كنترول، ما بيتحكم، مش متحكم في اي حاجه خالص. تمام، ذا دكتور از دوميننت اند تيكس رول اوف بيرنت، يعني الدكتور هو اللي مسيطر، كان واخد وضع مين كده، كان هو الاب. تمام، والمريض ده ما مش هيتكلم. تمام، if I have told you once I told you 1000 times stop smoking، يعني كانه بيقول له ايه وانا مش قلت لك بدل مره 1000 مره بطل تدخين، يعني كانها كانه مثلا كانه ابوه يعني مش قلت لك بطل تدخين، يعني هو كده. بيشنت سبمسيف، يعني البيشنت سبمسيف يعني مطيع خالص وخاضع خالص، ما بيتكلمش، حاضر اللي هتقول عليه انا همشي عليه. تمام، مش بيتكلم ومش بيتناقش ومش بيراجع الدكتور في اي حاجه. شيفت توردز الميتاليتي، يعني المفروض طبعا العلاقه دي تبقاش كده، هننقل بقى المفروض تبقى صح ايه العلاقه اللي بعدها، اللي هي الميوتشال ريليشن شيب. قبل ما ننقل على الميوتشال ريليشن شيب تاني، الباترناليستيك ريليشن شيب احنا قلنا ان ايه علاقه بينه اب وابنه، الفيزيشن ده هاي كنترول دوميننت مسيطر، هو اللي بيقول كل حاجه، البيشنت لو كنترول سبمسيف خاضع جدا ومطيع وما بيتكلمش. تمام، طب تاني حاجه بقى او تاني نوع من الريليشن شيب عندنا اسمها ميتشل بارتيسيبيشن موديل ريجاردد از اوبتيمال دي بي ار، دي بي ار اللي هي دكتور بيشنت ريليشن شيب، قال لك دي العلاقه المثاليه، اوبتيمال يعني دي المثاليه، دي احسن واحده، دي احسن نوع. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا فوق كده بارتيسيبيشن فيها مشاركه ما بين الدكتور وما بين المريض. ازاي؟ اول حاجه اكتب انفولفمنت اوف البيشنت از مور ايكوال بارتنرز ميتنج اوف اكسبيرتس، يعني انا بالبيشنت بيناقشني وبيتكلم معايا كانه ايه راسه براسي كده، كاننا احنا اتنين ايه اكسبيرتس يعني خبراء، كاننا اتنين دكاتره قاعدين نتكلم مع بعض مش دكتور ومريض. تمام، يبقى اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض كانهم ايه ايكوال كده، الاتنين شبه بعض. both parts share power and responsibility exchange of ideas and sharing of belief system need each other and will work towards choices and actions satisfying to them both، يعني ايه الطرفين الاتنين ليهم نفس درجة السلطة ونفس درجة المسؤولية، هيتبادلوا الأفكار، هيشاركوا كل واحد يشارك أفكاره كده وآراءه. تمام، الاتنين محتاجين لبعض، الاتنين يبتدوا يشتغلوا مع بعض وياخدوا قرارات مع بعض وينفذوها برضو مع بعض. تمام، علشان في الآخر يوصلوا لنتيجة مرضية للدكتور وللمريض. يعني الدكتور مثلا كتب الدواء الفلاني للمريض، فالمريض مثلا يقول له مثلا ايه انا لما خدت الدواء ده تعبني مثلا في حاجة تانية، خلاص هنغيره، ايه رأيك في ده، ناخد الدواء ده، ماشي، المريض ياخده استراحة ليه، تمام، غير النظام مثلا كذا في الدايت، المريض مش انا مش هعرف اغيره قوي ده، فنبتدي نعدل فيه، طب هنغيره سنة بسيطة شوية بشوية بالتدريج، ففي حوار ما بينهم. تمام، تالت حاجة open questioning interested in psychosocial aspect of illness history and examination investigation results in a diagnosis، يعني ايه open questioning، يعني بسأله أسئلة مفتوحة. تمام، يعني اسأل المريض مثلا ايه السبب اللي خلاك تجيلي يا حاج. تمام، فيبتدي يحكي لي بقى ده انا حصل لي كذا وكذا وكذا، فالحته دي وجعتني فمش عارفه خدت لها كذا فوجعتني اكتر او ريحتني شويه بعد كده وجعتني، فيحكي براحته. تمام، بدي له مساحه هو ان هو يحكي ويقول كل اللي نفسه فيه. تمام، وانترستد ان سايكو سوشيال اسبيكت، زي ما قلنا بقى ان الموضوع كله مش موضوع فيزيكال، ان انت الحاجه دي وجعاك يبقى فيزيكال، سبب فيزيكال ان في مشكله، ان في التهاب، ان في ورم، ان في، لا ممكن يكون سبب بأسان نفسي، شويه ستريس هما اللي تعبينه، ما هي يعني شويه ستريس هما اللي تعبينه مثلا، انما هو او من الضغط اللي عليه مثلا من الكبت اللي جوه ما بيحكيش مثلا او ما بيفضفضش لحد او زعلان او عنده مشكله مضايقاه، فبدأت تظهر عليه على شكل ايه اعراض فيزيكال. تمام، بس سواء اساسا يعني سايكو او نفسي. تمام، طبعا بيهتم طبعا بان انا اخد الهيستوري بتاع المرض كويس، باخد من المريض بيرسونال هيستوري، بريزنت هيستوري، طبعا هو ليه ترتيب معين طبعا،
وفي كل هيستوري في حاجات بسأل عليها، يعني بيرسونال هيستوري بسأل بقى في النيم والايدج والسيك والاوكيبيشن والريزيدنس، وبدخل على البريزنت هيستوري وبدخل على الباست هيستوري، خدت اي دراجز قبل كده، عملت اي اوبريشن، كان عندك اي ديزيز قبل كده، ومش بعد كده باخد الكومبلين بتاعته وبحللها وبفهمها وكل الكلام ده تمام. وطبعا بعمل له اكزامينيشن، بقوم بكشف عليه بقى بنفسي كده، بسمع بالسماعه واعمل بركشن واسكالتيشن بقى وبالبيشن والكلام ده كله، واعمل له انفستيجيشنز كمان وشويه التحاليل شويه الاشعه، كل ده مهم عندي في الاخر عشان اعرف اشخص المرض ده. وكل النتائج اللي هتطلع لي من اللي انا عملته ده من الهيستوري اللي خدت من الهيستوري اللي خدته، فتح قدامي شويه افكار كده، وفتح قدامي ايه كذا مرض كده ممكن يكون عنده. لما عملت اكزامينيشن استبعدت شويه وفضل شويه، لما عملت التحليل خلاص اكدت لي ان هو المرض ده بالذات هو اللي عنده. فكل النتائج بتاع الحاجات اللي انا عملتها دي هستفيد منها ان انا هعرف اشخص المرض ده تمام. ففي كده انتجريشن، يعني انتجريشن يعني في تكامل، في توافق، في دمج كده، وفي يعني الموضوع متكامل كده تمام، مش طرف مسيطر وطرف لا، يعني سواء الدكتور هو المسيطر او البيشنت هو اللي يبقى مسيطر زي ما هنشوف بعد كده، لا في تكامل كده تمام. يبقى تاني الميوتشال بارتيسيبيشن موديل دي احسن نوع من الدكتور بيشنت ريليشن شيب. ليه؟ المريض كده قاعد قدام الدكتور، اتنين بيتكلموا مع بعض، كل واحد بيقول اللي عنده، والاتنين عندهم نفس درجه المسؤوليه، والاتنين هيتكلموا مع بعض وياخدوا يدوا في الكلام لحد ما يوصلوا للقرار، يبقى مريح الطرفين، وفي الاخر المريض يستريح من العلاج اللي هو يمشي عليه ده تمام. وبس الاسئله مفتوحه وبخلي المريض يتكلم براحته، انا كمان بكشف وباخد هيستوري مظبوط وبعمل اكزامينشن مظبوط، لو انا محتاج اشعه معينه انها تتعمل او تحليل بخليه يعملها تمام. ففي تكامل كده، وفي تكامل في 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 في, في العلاقه كده، ان ايه بناخد وندي مع بعض. تالت نوع اسمه كونسيومرايزد ريليشن شيب، قلنا معناها ايه؟ استهلاكيه. المريض داخل ذا بيشنت تيك ذا اكتف رول اند ذا دكتور اسيوم ا فيرلي باسيف رول. هنا العكس، عكس الاولانيه، عكس البترناليزم، هنا المريض هو الايه الاكتف رول، هو الكنترول، هو الهاي كنترول، هو الدومينانت، هو المسيطر، والدكتور بس بيستقبل ما بيتكلمش. تراينج تو ساتيسفاي ذا بيشنت نيد ان تيرم اوف ريفرال تو هوسبيتال يوسج اوف ميديكيشن اند سيك ليف يو ار بيد تو دو وات اي تيل يو. يعني ايه؟ المريض داخل لي انا جاي لك عشان تحولني للمستشفى الفلانيه، انا جاي لك علشان تديني الدواء ده، اكتب لي الدواء ده، اكتب لي شهاده مرضيه، اعمل لي شهاده مرضيه، هروح انا بقى الشهاده المرضيه دي اخد بيها بقى اجازه من الشغل، اعمل اخد بقى يعني استفيد منها في اي حاجه تانية تمام. هو اصلا ما عندوش حاجه تمام، يعني يور بيد تو دو وات اي تيل يو، يعني انا دافع لك فلوس عشان تعمل اللي انا عايزه تمام. طبعا ده غلط تمام. يبقى الكونسيومرايزد بيشنت دي ايه؟ دي علاقه فيها استهلاكيه، علاقه غلط اصلا، ان المريض هو اللي مسيطر، انا دافع لك فلوس عشان تعمل لي اللي انا عايزه، اكتب لي الدواء الفلاني، لا حولني على المستشفى الفلانيه تمام، او اكتب لي اجازه مرضيه وحولني طبعا المستشفى الفلانيه عشان مثلا انا يعني هجيب منها مثلا علاج معين مش عارف ايه تمام. وطبعا ده علاقه ايه غلط، او النوع ده غلط. النوع اللي بعد كده او اخر نوع هو ريليشن شيب اوف ديفولت، يعني ايه؟ اهمال. العلاقه دي غالبا ما بتكون موجوده في اصحاب الامراض المزمنه، هم رايحين للدكتور تمام، الدكتور يعني المريض جايله ما بيهتمش بيه، المفروض المريض حتى لو مريض مرض مزمن اهتم بيه، اخليه كل فتره اعمل لي التحاليل لما اشوف الحاله بتتحسن ولا ايه النظام، مش مجرد ان هو جاي لي خلاص هكتب له العلاج اللي بكتبه له العلاج بتاع التامين وخلاص. والمريض كمان مش يعني ولا يعني علاقه كده بارده، ولا المريض مهتم ولا الدكتور مهتم. وين بيشنت ات فيزيشن اكسبكتيشن اور ات اودز، ات اودز يعني ايه؟ يعني علاقه اصلا غريبه، يعني هم اصلا اتنين طريقتهم غريبه وفرديه كده، كل واحد مع نفسه كده، اتنين مهملين. اور وين ذا نيد فور تشينج ان ذا ريليشن شيب كانت بي نيجوشييتد، يعني ان انا اغير الريليشن شيب دي مش ده مش هيحصل يعني. نيجوشييتد يعني ثانية واحدة يا شباب، هي معناها ان انا مش هعرف ان انا اعدل في العلاقه دي تمام، او مش هعرف اغير الريليشن شيب دي، والريليشن شيب دي may come to a dysfunction stand still، يعني خلاص كده dysfunction، ما فيش اساسا الموضوع بويز، ما فيش function، ما فيش حاجه بتمشي مظبوط، الدكتور مش بيكشف بشكل مظبوط، ولا انا كمان مهتم،
بس في رول باي ذا بيشنت ذا دكتور، الاثنين بس، في الاثنين ما بيتكلموش، الاثنين مش مهتمين. ليكوا في سفيشن دايركشن ان كونسلتيشن، يعني ما فيش، يعني المفروض دلوقتي يبقى في اتجاه محدد كده في الاستشاره اللي انا عاملها دي. المريض مثلا بيتكلم، بعد كده انا هكتب له العلاج وابتدي انا افهمه هياخده ازاي ويعمله ازاي، خلاص. ما الموضوع ده مش موجود، ما فيش حوار دايما ما بيننا احنا الاثنين. ان افكتيف ان ديلينج وذ انس، مش عارفين نتعامل مع المرض صح، لا انا عارفه يعني اتابعه بشكل صحيح، اعمله تحاليل مثلا كل فتره علشان اتاكد ان هو بقى كويس، او اشوف حالته بتتحسن ولا لا، بتسوء ولا بتبقى بتتحسن. لا ما فيش الكلام ده، مش موجود خالص، ولا المريض كمان مهتم. كومن اوكر ان مانجينج الكرونيك انس، ان دي بتحصل في الكرونيك انس او الناس اللي يعني بيبقوا اصحاب الامراض المزمنه زي اللي عندهم دايبيتس، مرض السكر، او الهايبرتنشن، الضغط وكده. تمام، يبقى الريليشن شيب اوف ديفولت، العلاقه اللي فيها اهمال، المريض مطنش والدكتور كمان مطنش، وفيها ديس فانكشن، ما فيهاش دايركشن، ما فيهاش كونسلتيشن صح، لا انا عارف استشير الدكتور ولا الدكتور عارف يفهمني ولا يتواصل معايا، مش عارف اتعامل مع المرض اللي موجود عنده. وان دي بتبقى لاصحاب الامراض الايه المزمنه. وانا وين ذا نيد فور تشينج ان ذا ريليشن شيب كانت بيني وبين، يعني اصلا مش عارف نغير الوضع ده، مش عارفين نغير الريليشن شيب دي. تمام، بعد كده what is communication، يعني ايه communication؟ communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. يعني ايه communication؟ التواصل، يعني المعلومة من شخص لشخص، من مكان لمكان، من جروب لجروب، هي دي معنى communication او التواصل. every communication involve at least، على الاقل حاجة، على الاقل خالص الcommunication عشان يحصل لازم يبقى فيه تلات حاجات، one sender, message and recipient. يعني حد هيقول المعلومة دي، السندر اللي هيبعتها، والمعلومة نفسها اللي انا عايزة ابعتها، والريسيبينت اللي هيستقبل مني المعلومة دي. This may sound simple but communication is actually a very complex subject. ده ممكن يبان عادي، ايه يعني بقى حد يقول معلومة لحد؟ لا طبعا، دي علاقة معقدة، مش سيمبل قوي زي ما هي باينة كده. The sender encodes the message usually in a mixture of words and non-verbal communication. It's transmitted in some way, for example in speech or writing, and the recipient decodes it. يعني ايه؟ انا اللي هديك المعلومه، هبتدي اوصلها لك طبعا بمجموعه كلمات. تمام، يعني مثلا دكتور، تمام، وكتبت الدواء وعايز اوصل لك انت هتاخد الدواء ده ازاي، هبتدي اقول لك الدواء ده هتاخده ازاي. تمام، بكلام طبعا، لازم عشان اوصل لك المعلومه اوصلها لك طبعا لازم اتكلم معاك مثلا بنفس لغتك عشان تفهمني. تمام، words and non verbal communication، يعني مثلا ايه، انا مثلا عايزه اتواصل مع المريض اللي قدامي، النون فيربال مهم، ان انا ابقى ايه مهتم، باصص له، مركز معايا، عيني في عينه، ساند كده ايدي لقدام على المكتب مثلا لو انا قاعد على مكتب، ومتني لقدام كده شويه، مش قاعد مثلا جدع لورا وحاطط رجل على رجلي كده ومش مهتم، لا مهتم وباصص له ومركز معايا. فده النون فيربال كله، ان انت مركز وحاسس ان انت مهتم، والفيربال ان انت هتتكلم معاه وتقول له اللي انت هتعمل له ايه، او ان انت شخصته ايه، او توصل له المعلومه او تفهمه. تمام، طبعا بسبيتش وريتنج ممكن تقول له مثلا انت هتاخد كذا كذا كذا، ممكن تدي له مثلا تكتب له اللي هيعمله في ورقه، مش احنا الدكتور بيبقى كاتب روشته فيها الدواء ومواعيد الدواء وكده، وبيتعب بيبقى فيه في ظهر الروشته كمان تعليمات اصحاب المرض مثلا عندهم مثلا ايه، مثلا عندهم مشاكل مثلا في المعده والقولون وكده، ما تاكلوش اكل سبايسي، لو بيدخن ما تدخنش، ما تاكلش مثلا شيبسي، وما تشربش بقى بيبسي كتير والحاجات اللي هي ممكن تحرق كده في معدتك زي ما بيقولوا كده، لا نقللها، ما تاكلش مسبك، ما تاكلش دهون. تمام، دي بتبقى برضو تعليمات موجود ومعلومه موجوده كاتباها بلغه المريض اللي قدام هيفهم، المريض داخل عندي كاتباها له بالعربي مثلا هيفهم، مريض مثلا بيتكلم انجليزي مثلا هيبقى كاتبه له بالانجليزي، يبقى المعلومه وصلتها له سواء بالكلام او سواء بالايه بالكتابه، والمريض هيبتدي ان هو ايه يفهمها ويمشي عليها. تمام، يبقى يعني الكوميونيكيشن يعني التواصل، تواصل يعني هيبتدي يحصل حوار، اوصل معلومه من شخص لشخص او من جروب لجروب او مكان لمكان. تمام، لازم عشان التواصل ده يحصل يبقى فيه ايه، يبقى فيه حد هيقول وحد هيستقبل، والمعلومه نفسها اللي هتتقال اوصلها له ازاي، بطريقه فيربال ونون فيربال، وبطريقه سبيتش وريتنج، يعني ايه المعلومه دي مكتوبه او انا بقولها له، بوصلها له فيربال، انا بقول لهو مهتم بالكلام ومهتم بالفعل كمان من غير كلام، ان انا مهتم وباصص للمريض ومركز معاه وعيني في عينه وبتكلمش بسرعه، ساكت شويه لحد ما يخلص شكوته، فمريح المريض اللي قدامي. تمام، طيب الكوميونيكيشن ويز بيشنت از ايه، طب ليه الكوميونيكيشن اوف بيشنت ده مثلا مهم في ايه؟ قالك هو essential for diagnosing and treating illness. لما انا اتواصل مع المريض اللي قدامي بشكل صحيح، تمام، هيبتدي المريض اللي قدامي مثلا انا هيبتدي المريض يحكي شكوته ومستريح،
تمام، يبتدي يقول كل اللي عنده ويحكي شكوته بشكل مظبوط من كلمه واحده. ممكن كلمه واحده المريض يقول لا خلاص اطلع منها التشخيص على طول، تمام. فهي مهمه ان تواصلت معاه بشكل صحيح وسبته يتكلم بشكل صحيح، او عرفت اساله الاسئله المحدده المهمه اللي هو هعرف اخد منه الشكوى بطريقه مظبوطه، هوصل للتشخيص الصح. طالما وصلت للتشخيص الصح هعرف اعالجه كويس واكتب له العلاج المناسب. تاني حاجه essential establishing a meaningful patient doctor communication، يعني هعرف اعمل علاقه كويسه ما بينه وما بين المريض اللي دخل لي ده. ازاي؟ ان انا بتواصل معاه كويس، قابلته كويس، مبتسم في وشه، مهتم بيه، بسمعه، بسأله، مش سايبه يتكلم برضو كده كلام 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 وانا ما بسألوش خالص، بحس ان انت مش مهتم، لا بسأله تمام وبستفهم منه وبسمعه كويس وما بتكلمش بسرعة وما بهملوش ومركز معاه، فده يعمل علاقة كويسة ما بينه وما بين المريض. فاسيليتيت الادوكيتنج اند كونسلنج البيشنت، انا يسهل عليا ان انا اتواصل مع المريض، ان انا اسمعه وان انا اسمعه وان انا افهمه كمان انا شخصتك كذا، انت عندك كذا كذا، هتمشي على الدواء الفلاني، هتاخده في الاوقات الفلانيه وهكذا، يبقى في تواصل ما بيننا كده تمام، والمريض قادر يستشيرني وانا قادر ان انا احلله المشكله اللي عنده دي تمام. فالكوميونيكيشن وذ بيشنت هو مهم، لان انا لما يبقى التواصل ما بيننا بشكل سليم المريض ده يحكي شكوته بشكل سليم، فبالتالي هقدر انا اشخصه وان انا اعالجه وابقى في علاقه كويسه ما بيني وما بين المريض. ممكن المريض يجي لي مره واحده ويخرج من عندي مستريح، لو اي حد ساله على اي دكتور يقول له لا اروح للدكتور ده، طريقته كويسه جدا ودكتور محترم جدا وسابني اتكلم براحتي وما طينيش وما بيعنفش كده ويزعق ويعمل تمام. كل ده مهم تمام، وطبعا الكوميونيكيشن هيخلي في علاقه كويسه ما بينك وبين المريض، وهيسهل ان طبعا انت توصل تاخد من المريض المعلومه كويس، وان انت توصل له المعلومه اللي عندك كمان بشكل ايه كويس ويقدر يستشيرك. الامبورتنس بقى في الكوميونيكيشن ان دكتور بيشنت ريليشن شيب، قلنا الكوميونيكيشن ده مهم، قلنا مهم ليه؟ طبعا الحاجات اللي فاتت مهم ان انا اشخصه ويبقى في علاقه كويسه ما بيننا وكده. ايه تاني؟ امبروف ساتسفاكشن، يعني ايه ساتسفاكشن؟ يعني رضا المريض، المريض ده يبقى خارج من عندي كده مستريح. ليه؟ اول ما دخل قابلته بشكل كويس، رحبت بيه، كلمته بشكل كويس، مبتسم في وشه، هادي، سألته كده بالراحة، استفهمت منه عن مشكلته، المريض سيبته يحكي شكوته ومستريح، ما عادش بقى اقاطعه كده واضايقه وعنفه، فالمريض خرج من عندي مستريح جدا. هبتدي ان انا اشخصه واكتب له علاج، المريض يمشي على علاج استريح، يبقى انا كده زودت ساتسفاكشن بتاع المريض وزودت رضا المريض عن الايه، عن المقابله كلها اللي حصلت دي. امبروفد الكومبلينس، كومبلينس يعني المريض يتبع التعليمات اللي انا هقولها له. ازاي؟ ان انا دلوقتي المريض لو حاسس ان انت كويس ومعاملتك ليه كويسه وبتكلمه بشكل كويس وسبت يحكي شكوته، ولكن انت مثلا وهو بيحكي كده انت مهتم ومركز وعينك في عينه وعمال تكتب كده معاك ورقه عمال تكتب فيها وتاخد منه الكلام كده وتكتبه، فحاسس ان انت مهتم ومركز معاه، بيقول لك لا ده دكتور بقى، يعني ده دكتور شاطر ده ومهتم بحالتي وبتاع، تكتب له علاج هيمشي عليه، هتقول له اعمل كذا يمشي عليه، هتقول له بطل التدخين هيبطله، هتقول له امشي غير كذا في طريقه اكلك هيغير، هو يسمع كلامك، تقول له مثلا مستريح تمام. تالت حاجه امبروف ذا ديسيشن ميكنج، لما انا طبعا هاخد قرار صح، لما انا اتواصل معاه كويس، المريض يحكي لي شكوته كويس، استفهم منه بشكل كويس تمام، وهبتدي هبني قرار صح، وكمان هشرك المريض ده معايا في القرار اللي انا هاخده تمام. انا هكتب لك العلاج الفلاني، لا يا دكتور العلاج ده مثلا انا مش هستريح عليه، او الحاجه اللي انت هتغيرها لي في نظام حياتي دي انا مش هعرف اغيرها قوي، فطب نشوف لها بديل، طب مش عارف ايه، فكده خليته يشترك معايا في القرار اللي هناخده. كل ده هينتهي في الاخر ببيتر هيلث اوت كام، هوصل للنتيجه اللي انا عايزاها، المريض حالته هتتحسن تمام، وده المطلوب في الاول في الاخر، المريض يتحسن وما يتعبش تعبان وما بقاش متالم تمام، فبيتر هيلث اوت كام. وديكريز المال براكتس كليمز، مال براكتس يعني مال براكتس يعني الدكتور مش بيمارس مهنته بشكل صحيح، كليمز يعني شكوى، يعني في بعض المستشفيات مثلا ممكن المريض يشتكي ان الدكتور مش ما عالجوش كويس، او ان الدكتور اهمله، او ان الدكتور عامله بطريقه مش كويسه تمام. لما انا عالجه كويس وعامله كويس والكوميونيكيشن ما بيننا يبقى كويس وفي علاقه كويسه ما بيننا وتواصل كويس ما بيننا، خلاص الشكاوى دي هتقل تمام. يبقى دي التواصل مهم ما بين الدكتور والمريض، لان هيخلي المريض مستريح وراضي كده وهيسمع كلام الدكتور وهيمشي على التعليمات وهيساعده في القرار اللي الدكتور خده. ما انا ممكن اكتب حاجه مثلا والمريض ما يمشيش عليها، يبقى احنا كده ما وصلناش لحاجه، المريض هيشترك معايا في القرار اللي هاخده وهيتعالج وهيبقى كويس، وطبعا هيبقى ده النتائج اللي انا وصلت لها تبقى كويسه جدا، وشكاوى المرضى حتى هتقل. طيب الكومن كومبلينز اباوت دكتور بيشنت كوميونيكيشن ايه مثلا؟ ايه ليه اكتر الشكاوى اللي بتيجي؟ دكتور دونت لسن، الدكتور مش سامعني، الدكتور اصلا مش سامعني تمام، عمال اتكلم وهو مطنشني خالص تمام، وونت جيف انفورميشن، يعني الدكتور مش راضي يديني مش راضي يديني معلومات تمام،
الدكتور مثلا مش مهتم بيا، يعني الدكتور يعني يعني مش راضي يديله مثلا معلومة، مش راضي يفهمه حالته الصحية عاملة ازاي، مش عارف يتواصل معاه كويس. تمام، شو ليك اوف كونسيرن، يعني في نقص في الاهتمام، يعني الدكتور مش مهتم بالمريض، مش مديله اهتمام، مش باصص له، مش مركز معاه، مش م يعني مش مهتم بيه خالص. شو ليك اوف ريسبكت فور بيشنت، الدكتور مش محترم المريض اللي قدامه، يعني مثلا ايه، بيكلمه بطريقة وحشة، بيعنفه. ممكن مثلا البيشنت اللي جاي لي ده يكون، يعني المرضى اللي جاي لي مش على شريحة واحدة، ممكن المريض اللي جاي لي ده يكون مثلا المستوى الاجتماعي بسيط، مستوى التعليمي بسيط، واحد تاني مستوى الاجتماعي عالي، ممكن واحد يبقى جاي لي دراج ابيوزر مثلا مدمن. هل ده معنى ده ان انا مثلا اكلمه بطريقة وحشة او اعمله بطريقة وحشة او اعنفه او اكلمه بقرف او الكلام ده؟ لا طبعا. تمام، ما ينفعش. تمام، وذاس مين ليف وذاوت اسكين كويشن، يعني كان انا مثلا ايه عماله ادخل حاله ورا حاله ورا حاله وانا ما بسالهمش بشكل كويس اصلا، ولا انا عارفه اتواصل معاهم بشكل كويس، بس عماله ده اخد حالات كتير حالات كتير وخلاص. تمام، ويحكي لي شكوته في ثانيه في ثانيه، واكتب اي تشخيص والعلاج وخلاص، ولا حصل ما بيننا ريليشن شيب، ولا حصل ما بيننا كوميونيكيشن كويس، ولا المريض خارج مستريح، المريض اصلا خارج متضايق وحاسس ان انت اهملته وكله في السريع في السريع كده، فطبعا ده غلط. تمام، يبقى تاني يبقى ايه الشكاوى اللي بتيجي، ان الدكتور مش سامعني، ان الدكتور مش مديني اي معلومه، مش مفهمني مثلا اي حاجه عن حالتي المرضيه، حتى ما بيسالنيش، يعني انا عماله مثلا اتكلم واقول شكوتي ومش بيسالني، مثلا ببص للدكتور، الدكتور باصص لي وساكت ماسك فيس كده مش بيسالني. المفروض تسالني او تستفهم، انا مثلا وانا بحكي في حاجه معينه انا تلفت نظرك بتسالني عنها اكتر. تمام، يعني ما بقاش انا عماله احكي 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 وانت مثلا مش سامعني ومش مهتم، مفيش اهتمام، مفيش احترام للدكتور المريض، وعمال ان انا ايه مش بسال اسئله ولا انا مهتمه بالمريض، وعمال اخد حالات في حالات وخلاص. طيب الجود كوميونيكيشن سكيلز بقى لازم تبقى عامله ازاي؟ ان كونسلتيشن، يعني كونسلتيشن يعني في الاستشاره، يعني المريض جاي يستشيرني يكشف عندي. تمام، الجود كوميونيكيشن سكيلز تبقى ايه؟ اول حاجه انيشيتنج ذا سيشن، انيشال ريبورت، يعني ان انا ابدا اول حاجه احيي المريض اللي داخل عندي ده، ابدا كده احييه. تمام، ارحب بيه بطريقه كويسه مهذبه فيها موده فيها ابتسامه كده. تمام، ابتدي ارحب بالمريض، ده هيريح المريض اولا كده قبل ما يحصل اي كلام ما بيننا. gathering information exploring the problem understanding the patient views، يعني هبتدي اجمع معلومات، هبتدي اعرف ايه المشكله. تمام، هجمع من المريض المعلومات، يلا بقى هجمع منه، اساله بقى شويه اسئله، اخد منه هيستوري واخد منه الشكوى بتاعته الكومبلين، وابتدي بقى اقول لي شكوتك ايه، يبتدي يتكلم حاجه تلفت نظر اسال فيها اكتر، عشان كلمه مثلا دي ده ممكن تفتح لي سكه المرض التاني ممكن يكون عنده، بس في نفس الوقت ما خليش المريض بقى يسرح بيا، ملوش عمال يتكلم ويدخلني بقى في حوارات في حوارات وكلام ملوش لازمه، ده انا عملت وعملت 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 عمليه ايه وعملت مش عارف الحاجه اللي هي ملهاش لازمه، او المريض يدخلك في تفاصيل ملهاش لازمه، لازم ده ما يحصلش. لا، المريض بيحكي بس اسيبه يحكي براحته، بس في نفس الوقت المريض ما يسرحش بيا بعيد قوي. تمام، building the relationship involving the patient، طبعا اعمل علاقه كويسه ما بيني وما بين المريض. تمام، وشارك، هل المريض يشترك معايا في رحله العلاج اللي احنا هنمشي فيها دي؟ تمام، انا هكتب لك كذا، ايه رايك، او هيمشي على الدواء ده وما يجي لي تاني مره يقول تتعبني شويه فابتدي اغيره له مش عارف ايه، فيبقى في علاقه ما بيني كويسه وما بيني وما بين المريض. explanation and planning providing the appropriate amount and type of information aiding accurate recall and understanding achieving a shared understanding and planning، طبعا هيبقى في ايه ان انا هيحصل explanation، هيبقى في شرح. تمام، ما explanation هشرح بقى شرح وخطط هنبنيها، مثلا ايه يا انت عندك مثلا كذا كذا، هناخد العلاج الفلاني. طبعا انا الاول هجمع منه معلومات بكميه كافيه ومناسبه. تمام، وابدا انا بقى اعرفه انا وصلت لايه، عندك كذا كذا، هنمشي على العلاج كذا كذا كذا، هنعمل التحاليل الفلانيه، هنعمل الاشعه الفلانيه، بشرح له وبفهمه وبوصل له المعلومه برضو بشكل كيف ان هو يبقى فاهم برضو حالته الصحيه عامله ازاي، بوفر له برضو اقول له لو عايز تسال، يعني عايز تسال عن حاجه اتفضل اسال قبل ما يمشي كمان، اكد عليه طب يعني طب فهمت ايه من اللي احنا قلناه مثلا، ان انا هعمل كذا وكذا وهاخد الدواء كذا وكذا وكذا، لازم اتاكد ان المريض خارج من عندي فاهم، فاهم حالته عامله ازاي وفاهم هو هيعمل ايه، ما يروحش البيت يتوه. تمام، وادي له فرصه ان هو يتواصل معايا وان هو يستشيرني في اي وقت. تمام، وان هو يعني معاك رقم تليفوني كلمني لو في حاجه، عايز تسال عن اي حاجه كلمني عرفني. تمام،
فهي دي الاكسبلينيشن بلاننج، يعني في ايه تخطيط، احنا هنمشي على كذا 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 كذا، وهو وانا عماله اشرح له واتاكد ان هو فهم، واللي هو لو عايز يرجع يسالني عن اي حاجه يرجع يسالني براحته. تمام. listening to patient لازم اسمع للمريض، لازم اسمع ويبقى مش بس listening، active listening اللي انا بسمع باهتمام وانا مهتم باصص للمريض عيني في عينه مركز معاه سامعه كويس، باخد نوتس كده وانا وهو بيتكلم، او مثلا عمال يقول انا قبل ما اجيلك خدت دواء كذا وكذا وكذا وما استريحتش عليه، فاكتب خد دواء كذا وكذا وكذا وما استريحش عليه عشان ما اكتبهوليش تاني. تمام. showing sympathy and respect for patient complaint، يعني انا ابقى متعاطف مع الحاله بتاع المريض وبقى فاهمها ومحترمها ومحترم شكوته، ما استهزقش بالشكوى وما هملوش وما اتكلمش معاه بطريقه مش كويسه، اهتم بيه واتعاطف معاه. summarization يعني اجمع في الاخر، زي ما ممكن اجمع يعني اقول للمريض احنا هنعمل كذا 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 وهنمشي على كذا كذا، ولازم اساله انت فهمت احنا هنعمل ايه، طب قول لي انت هتعمل ايه اما تروح كده، يعني يقول لي بقى انا خلاص عرفت انا همشي على الدواء كذا واعمل كذا واغير كذا في اكلي واغير كذا في روتين يومي وهكذا. وكلوزنج سيشن انت تنهي بقى المقابله، وطبعا تنهيها بشكل كويس وبابتسامه لطيفه وبود. تمام. فالكوميونيكيشن سكيلز المفروض الصحيحه بقى اللي تبقى في المقابله اللي هتحصل ما بين المريض ايه، ان انا ارحب بيه كويس، ان انا ابتدي يتفضل اقعد مثلا، اخد منه هيستوري بشكل كويس، اجمع منه معلومات بشكل كويس، علاقتي بيه تبقى كويسه، بكلمه كويس، مهتم بيه، بسمعه. تمام. بتعاطف فعلا مع شكوته وبحسش فعلا انا متفاهمه معاه وفاهمه شكوته ومتعاطفه معاه، وافهمه في الاخر هو هيعمل ايه بالظبط بقى في الاخر بعد حكي شكوته ده، انا شخصته ايه وهو هيعمل ايه، واقفل السيشن على كده. طب الانفورميشن اللي انا هجمعها من المريض دي يعني اي انفورميشن كده وخلاص؟ لا، لازم افهم مواصفات معينه، انها تبقى اوبجكتيف واكيوريت وبريسايز. اوبجكتيف يعني موضوعيه، يعني ايه؟ يعني المريض بيقول لي مثلا انا بيتهيألي عندي كذا او بيتهيألي انا حسيت بكذا، لا لازم يكون في دليل، يعني مثلا انت عملت التحليل فطلع عندك كذا يبقى ده اكيد انت عندك الحاجه دي. تمام. وبرده اوبجكتيف يعني موضوعيه، ان انا ما ادخلش مشاعري وارائي وافكاري ومعتقداتي في المقابله دي، لا انا الكلام اللي باخده من المريض بكتبه وبتواصل، الكلام اللي باخده بعرفه وبشتغل على اساسه، ما دخلش انا ارائي ولا مشاعري خالص في الموضوع. اكيوريت ان المعلومات تكون دقيقه، مش واخده معلومه ناقصه مثلا، او يعني قال معلومه وانا خدتها بشكل سوبرفيشال جدا ما استفسرتش عنها اكتر، المعلومه دي انا محتاجه استفسر عنها اكتر من كده. تمام. علشان اعرف اشخص بطريقه صح عن كده. تمام. ريسايز يعني معلومة دقيقة برضو. حاجة كمان، ان انا لو قعدت مع المريض ده كمان مرة او مرة تانية هعرف هجمع منه نفس المعلومات بنفس الطريقة، لو دكتور زميلي قعد مع المريض ده هيجمع منه نفس المعلومات بنفس الطريقة، لان اصلا انا لما باخد هيستوري من المريض بيبقى ليه ترتيب معين، وفي كل هيستوري بيرسونال او بوست او بريزنت هيستوري او فاميلي هيستوري او كده في معلومات معينة باخدها فيه، ببتدي اخد الشكوى وببتدي اشوف انا نتائج التحليل اللي عملتها ايه، ابتدي اكتبها. فالمعلومه اساسا المعلومات لازم تتاخد بشكل دقيق ومنظم، سواء انا خدتها زميلي خدها، طب بعد ما زميلي ما خدها انا رحت خدتها تاني من نفس الشخص ده، هاخد نفس المعلومات بنفس الكميه بنفس الايه الطريقه والمعلومات بنفس الدقه. طيب الكوميونيكيشن بقى، هو ويل يو بي كوميونيكيتنج، انت تتواصل مع مين؟ مع البيشنت بسالك؟ لا، ممكن تتواصل مع المريض، ممكن تتواصل مع الفاميليز، مع العيله اللي جايه مع المريض ده. تمام. هتضطر تتواصل معاهم، واحد قريبه مثلا، ايه يا دكتور طمني الحاله فيها مالها، هتبتدي تتفاهم معاه وتتواصل معاه. كوليجز مثلا، مع زمايلك اللي في الشغل، اذر هيلث بروفيشنالز، اي بقى حد له علاقه بالمنظومه الطبيه دي، يعني انت تتواصل مع الدكتور زميلك، تتواصل مع الممرضه، هتتواصل مع اي حد اداري له علاقه بالمنظومه الطبيه، تتواصل مع اي دكتور تاني، مع اي ممرض، مع اي ممرضه. فانت بس تواصلك ده او الكوميونيكيشن ده، احنا مش بنقول لك لازم تبقى علاقتك كويسه وتتكلم بشكل كويس واسلوبك يكون كويس، مش بس عشان انت والمريض، لا عشان انت وكل الناس اللي انت بتتعامل معاهم في المستشفى غير المريض. طيب الفيزيشن ديوتيز ايه بقى؟ هي واجبات الدكتور. اول حاجه ريسبكت البيشنت، يرسبكت البيشنت يعني يحترمه، يعامله باحترام، يبقى اسلوبه كويس، ما يكلموش بشكل وحش او يكلمه بقرف او يعامله وحش او يقول له لفظ مش مناسب او يهمله، لا لازم تحترم المريض. انشور برايفسي اند تراست اوف كونفيدنشنال انفورميشن، يعني لازم احس المريض ان في ثقه ما بيننا وفي خصوصيه، المعلومات اللي انت هتقولها لي دي مش هتطلع لاي حد. تمام. دي ديمونستريت سجني كونسيرن فور بيشنت، يعني فعلا اكون مظهر او
مهتم فعلا، مش بس انا باين له انه مهتم، انا مبين له انا مهتم، وانا فعلا مهتم بالحاله بتاعته بالشكوى بتاعته. limited distractions provide patient undivided attention، اقلل شويه من التشتت اللي بعمله ده علشان اوفر كده attention، يعني المريض يبقى مركز، مش اللي هو برده ايه الاتنشن بتاعه كده يعني مش مركز معايا ومتلخبط وتايه، يعني مش كل شويه مثلا تليفوني يرن وارد عليه، كل شويه ارد على الموبايل، كل شويه الممرضه تخبط وتدخل، او السكرتيريه تبقى قاعده بره عند الدكتور دي، كل شويه تخبط وتدخل واتكلم معاها ومش عارف طب كمل بقى شكوتك ايه، تدخل تاني واتكلم معاها كده، انا بشتت المريض. تمام، فمن واجبات الدكتور ان هو يحترم المريض اللي داخله، يبقى ثقه المعلومات اللي انت هتقولها دي مش هتخرج لحد، مهتم بيه وبشكوته، وما يقعدش كل شويه اشتته، يبقى جو الاوضه هادي ومش كل شويه حد داخل خارج وكل شويه موبايل يرن، لا ما شتتش المريض وبيحكي شكوته. طيب الريسبكت يعني الاحترام. تمام، ازاي الاحترام ده هيدور؟ اول حاجه ان انت introduce yourself، هتقدم نفسك لمين؟ للمريض او للعيله اللي جايه معاه او الكير جيفر. ممكن المريض ده يكون فاقد للوعي، هتتواصل معاه؟ لا، هتتواصل مع اللي جايبه للمستشفى. ممكن المريض ده يكون طفل صغير، فانت تتواصل مع والدته او والده حسب مين اللي جايبه. تمام، فاول حاجه هتعرف نفسك، انا الدكتور فلان الفلاني، دكتور كذا، هت explain your role and goal for the interaction، انا يعني المقابله دي الغرض منها ايه، انت دورك ايه، انا دكتور كذا كذا هكشف على الولد دلوقتي تمام، وهنعرف عنده ايه كده، فتبين انت دكتور ايه، تخصصك ايه، هتعمل ايه، عشان الاهل ما يبقوش تايهين كده، مش تعالى يلا هنكشف هما مش عارفين انت مين اصلا. لازم تعرف نفسك وتعرف الدور انت هتعمل ايه دلوقتي. وايه appropriate shake hands، لو مناسب سلم بالايد، يعني مثلا ساعات لو الدكتور مثلا ده دكتور شاب والمريضة اللي داخلة مثلا بنت برضو كده في سن صغير، فمش لطيف قوي ان يحصل ان سلام بالايد مثلا. تمام، او ده ممكن يضايق المريضة، ما تبقاش مستريحة قوي، خلاص اتفضلي من بعيد من غير ما اسلم. لو مثلا عيت المريضة داخلي ده طفل صغير او راجل عادي ممكن اسلم عليه لو مناسب. تمام، وأولوز أدريس ذا بيشنت أز مستر مس مسز، يعني أحسن إن أديله مثلا يا أستاذ فلان، يا أنسة فلانة، يا مدام فلانة، ما نديهوش باسمه طبعا، لأن ده لما نديه طبعا بلقب ده ببقى أنا محترمه أكتر. تمام، وده الصح طبعا. يبقى الاحترام ازاي؟ ان انا هقدم نفسي للمريض او للشخص المرافق اللي جاي مع المريض، ان انا هشرح له دوري ايه بالظبط، ان انا اسلم عليه لو مناسب، وان انا اناديله بلقب علشان احترمه، واحس المريض حتى يكون يعني يعني الواحد اول ما بيحترم بيبقى بيحترم نفسه، يعني انا لما احترم المريض قدام المريض حتى هيحترمني، يعني احس ان انا محترم. طيب الامباثي، الامباثي تو اندرستاند ا بيرسونز اكسبيرينس، ان انا افهم شكوه المريض واتعاطف معاه، دي عكس السيمباثي. سيمباثي ان انا انقل المعلومه اللي انا خدتها من المريض لشخص تاني، يبقى في فرق في المعنيين. امباثي ان انا اندرستاند ا بيرسونز اكسبيرينس، ان انا افهم شكوه المريض واتعاطف معاه. سيمباثي ان انا انقلها الشكوى دي لحد تاني. ريكويرز ايه؟ طبعا الامباثي لو ان انا اتعاطف مع المريض ده او ان انا افهم شكوته، ده يحصل بايه؟ بحاجتين، اكتيف ليسننج وانترست ان بيشنت اكسبيرينس، ان انا اسمعه كويس وابقى مهتم فعلا بالشكوى بتاعته وباخد ملاحظات وبكتب كلام وراه عشان هيفيدني بعد كده في التشخيص، مهتم بحالته فهتعاطف معاه، فهي مش دي كده، ان انا ابقى سامعاه كويس وفعلا مهتميه فعلا بالكلام اللي هو بيقوله. تمام، يبقى تاني الامباثي ان انا افهم شكوه المريض واتعاطف معاها، ده يحصل ازاي؟ ان انا اسمعه بشكل كويس وان انا اتفهم شكوته وابقى مهتم بيها، وقلنا ان في فرق ما بينها وما بين السيمباثي. طيب الاوبجكتيفيتي بقى، قلنا الموضوعيه، ان انت هتشيل ريموفينج يور اون بيليفز اند فاليوز، يعني هتشيل بقى معتقداتك وافكارك وارائك، مش هتدخل خالص في التشخيص بتاعك ولا في المقابله خالص. تمام، وقلنا برضو المريض لو هيقول لك معلومه لازم تبقى تاكيديه، ما يقولش انا حاسس ان عندي كذا، لا عملت التحليل فلقيت عندي كذا، ده خلاص دي معلومه اكيده معاك. افويد جادجمنتال اتيتيود، يعني ما تحكمش على حد، يعني ازاي ممكن المريض اللي داخلك ده يكون انترافينوس دراج ابيوز، يعني مدمن، او الادوكيشن بتاعه قليل، او السوشيو ايكونوميك ستاتس بتاعته اللي هو حالته الاجتماعيه قليله، الكالتشر بتاعته مثلا قليله، بيتكلم بلغه غير لغتي، والاجيزم، يعني ايه بقى واحده واحده كده. اول حاجه الانترافينوس دراج ابيوز، ان المريض الداخلي ده مدمن، هل ده معنى ده ان انا ما احترموش؟ لا، لازم احترمه واكلمه كويس واسمع شكوته واتعاطف معاها واعالجه وابقى يعني اديله واجبه كله. يعني لو المريض اللي داخلي ده مستواه التعليمي قليل ضعيف او الاجتماعي قليل، لازم برضو احترمه. تمام، الكالتشر مختلفه، ممكن ساعات مرضى بيبقوا متربيين مثلا في بيئات معينه، ممكن يجي يحكي لك شكوته يقول فيها الفاظ كده سوقيه او ان الفاظ جديده عليك انت مش عارفها، لازم احترم ده برضو. ممكن تبقى لغته غير لغتي فلازم اراعي ده،
تمام، وانا بوصل له المعلومه. والاجيزم يعني الفرد، يعني لو نزل كده كبير في السن لازم اتكلم معاه بشكل كويس، ومثلا ما اقولوش لا انت خلاص انت كبير قوي خلاص حالتك ميؤوس منها، لا انت كده مش اي علاج مش هيمشي معاك، انت حالتك خلاص كده، لا طبعا لازم اتكلم معاه كويس وادي له امل، مش اعامله بشكل ان انت خلاص كبير في السن يعني تفقد الامل خلاص كده حالتك ميؤوس منها، لا لازم اعامله بشكل كويس. يبقى الاوبجكتيفيتي ان انا ما ادخلش اي اراء او معتقداتي في الموضوع، ان انا المعلومه اللي اخدها تبقى اكيده، عمل تحليل او عمل اشعه فلقيت عنده الحاجه دي فعلا يبقى دي اكيده قدامي. افويد جادجمنت، اجد ما احكمش على حد، سواء الحد اللي جاي لي ده، الشخص اللي جاي لي ده مستواه الاجتماعي قليل، مستوى التعليم قليل، شخص مدمن، ما هو جاي لي عشان تعالجه، امال هو هيعمل ايه؟ اللغه بتاعته مختلفه عني او كبير في السن، لازم احترم كل الفئات اللي داخلالي واديلها كلها نفس المعامله واعملها معامله كويسه واهتم بيها وبشكوتها وعليك. الاكتيف ليسننج سكيلز هتحصل ازاي؟ احنا لسه قايلين ان الريسبكت، او ان احنا قايلين ايه قصدي الامباثي، ورا ان انا اهتم بشكوته واتعاطف معاه، مش هيحصل الا باكتيف ليسننج. يعني اكتيف ليسننج بقى ان انا ريسبكت البيشنت از هول بيرسون وذ ديزيزد بودي، يعني انا بتعامل مع المريض ده مش ان هو ايه مرض، ان انت في مرض وهعالجه، لا ده شخص متكامل ليه سوشيال وليه منتال هيلث وليه سبيرشوال هيلث وليه يعني لازم اهتم بيه ككل. يعني زي ما قلنا ممكن المريض يبقى اللي تعبه نفسي اصلا، يعني جاي باعراض فيزيكال والمشكله ان عنده نفسيه اساسا مش فيزيكال، تمام، فلازم اهتم بيه ان هو شخص على بعضه كده بني ادم عنده مشاعر، ممكن يبقى متضايق من حاجه هي اللي من كتر الزعل عامله له اعراض فيزيكال، مش شرط يكون الفيزيكال ده ان في حاجه فعلا في جسمه، تمام. يوز كونفيرماتوري ستيتمنتس زي يس وتيل مي مور اباوت ذات، ابقى مهتم بيه او محسسه ان انا مهتم ان انا ما اسيبوش يتكلم وانا ساكت، اقعد اقول له شويه ايوه طب كلمني اكتر عن النقطه دي مش عارف ايه، دي هتحسس المريض ان انت مهتم فعلا ومركز معاه. allow the person to tell their whole history without unnecessary interruption، يعني خلي المريض يحكي شكوته براحته، ما يقعدش كل شويه اقاطعه زي ما قلنا، ما اقعدش مثلا اقول له انت عملت كده ليه، ما كانش المفروض تعمل كده، انت ليه عملت كده مش عارف ايه، لا اسيبه يحكي براحته. ودونت بي افريد اوف سايلنس، يعني ما تقلقش لو المريض سكت شويه، يعني المريض يسكت شويه يتكلم شويه اسيب المريض يعني ياخد راحته كده وبيحكي شكوته. فالاكتف يعني ايه؟ انا احترم المريض واتعامل معاه ان هو انسان بني ادم مش مجرد مرض وخلاص، استخدم كده كلمات تاكيديه كده في قلب ال وبيحكي شكوته زي اقول له ايوه او كلمني عن الموضوع ده اكتر، وان انا اسيبه يحكي شكوته براحته خالص ما اقطعوش وما عنفوش وما اقلقش خالص لو سكت شويه اسيبه يتكلم براحته، يسكت شويه يتكلم شويه وهكذا. طيب البادي لانجوج بقى ليها تاثير، ليها تاثير ازاي؟ مثلا يعني لازم الاكزامينشن روم كونفيجريشن، يعني شكل الاوضه اللي المريض داخل يتعالج فيها دي تبقى مثلا شكلها هادي، الوانها هاديه، الوانها مريحه كده، سيتنج اند ستاندنج، يعني اشوف المريض ده داخل مثلا رحبت بيه شوفه هيقف ولا هيقعد، يعني اتفضل اقعد مثلا مش عارف ايه، ما يبقاش المريض مثلا تايه كده او قلقان او متوتر، لا ابقى انا كده منظم المقابله من اول ما بيدخل لحد ما بيخرج، اهلا بيك اتفضل اقعد، تمام. اي ليفل يعني عيني في عينه، اي كونتاكت يعني باصص للمريض وعيني في عينه، نوت تيكنج يعني باخد ملاحظات كده وبيتكلم مش سايبه يتكلم وخلاص، لا انا عمال اكتب وراه فعلا في معلومات مهمه بيقولها وانا عمال اكتب وراه. بوستشر يعني وضعيتي في القعده، يعني انا قاعد مثلا على الكرسي كده وحاطط رجلي على رجلي ولا قاعد مهتم ومقدم كده لقدام كده وتاني ظهري لقدام كده ومركز معاه، ده يفرق مع المريض. هاريد سبيتش يعني مش بتكلم بسرعه فالمريض يحس ان هو ان انا مستعجل فهو كمان يستعجل ويحكي شكوته بسرعه فالموضوع يبقى مش مظبوط او ما خدتش منه شكوى صح. بيشنت نوتايز مور ذان يو ثينك، يعني المريض بيلاحظ اكتر من انت بتبقى متخيل، لان تلتين الكوميونيكيشن اساسا نون فيربال، يعني تلتين الكوميونيكيشن بقى نون فيربال، كلامك وبصيتك وقعد سوري كلامك ده حاجه وبصيتك بقى وقعدتك وبتاخد نوتس ولا لا وعينك في عيني كده وبصيت لي ولا لا وكده، ده كله تلتين الكوميونيكيشن نون فيربال والمريض بياخد باله من كل الكلام ده. يعني ممكن تكون بتتكلم كويس جدا بس مش مهتم ومطنشه وقاعد قاعده مش مديله فيها اي اهتمام، خلاص المريض هيبقى متضايق، تمام. وابروبريت يوز اوف تاتش، يعني التاتش وقت ما يبقى مهم استخدمه، يعني مثلا ممكن المريض عندي يبقى منهار جدا وبيحكي، فلو مناسب المريض ده راجل مثلا وانا دكتور اللي بعالجه برضه ولد، يعني لو مناسب اطبطب على المريض ده يعني هيريحه ويخف عنه شويه. ممكن مثلا ساعات في ناس عندهم امراض مثلا منتال او امراض مثلا ليها علاقه مثلا بالاعصاب مثلا او ايا كان، لما اجي اسلم عليه اتك على ايده قوي فالمريض يحس ان انا قوي او اقوى منه فيسمع كلامي
دي في بعض حالات يعني. تمام، يبقى البادي لانجوج هي ايه؟ الاكزامينشن روم تبقى هاديه والوانها هاديه ومناسبه كده، وتصميمها كويس حتى مريح للمريض اللي داخل. ابتدي اشوف المريض هيقعد ولا هيقف، افهمه كده عشان ما يبقاش تايه مني، باصص له مركز معاه، باخد ملاحظاتي، قاعد كويس، قاعده كويسه فيها اهتمام ليه، باصص له يعني منحني لقدام شويه كده عشان انا مهتمه بيه، مش قاعد كده مرمي لورا وحاطط رجل على رجل، مش بتكلم بسرعه، لان تلتين الكوميونيكيشن اصلا نون فيربال، والمريض بيبقى واخد باله من كل حاجه. وقلنا ابروف ريديوس تاتش لما يبقى مناسب، ممكن يعني يحصل تاتش او انا اطبطب على المريض او كده. البيشنت دكتور كوميونيكيشن بقى الكي بوينتس بقى، ان انا ايه اسك اباوت الاكسبكتيشن والفيلينج كونسيرن. اسال المريض، طب انت حاسس بايه؟ طب انت يعني اسال المريض كده، هو يعني حاسس ايه عن شكوته ديت مثلا، واهتماماته ايه، وتوقعاته ايه عن المرض اللي عنده ده. يعني هيبقى في حوار كده، حاسس ان انا يعني يتكلم معايا كده وياخد يدي معايا في الكلام. شو كونسيرن فور كومفورت اند موديستي، يعني لازم تبقى مهتم جدا براحه المريض، انه يبقى قاعد مستريح بيتكلم وهو مستريح، المود بتاعه حلو. تمام، انت كمان هتتعامل في بعض الاوقات مع مريض مثلا عصبي، فلازم تبقى يعني مريض غضبان كده ومتعصب، فانت برضه هتتعامل معاه بطريقه معينه. مش متعصب هو، انا كمان متعصب؟ لا، يبقى لازم اتاكد المريض مستريح والمود بتاعه حلو. جيف ان اوبورتونيتي تو اكسبريس فيلينج اند كونسيرن، اديله فرصه يعبر عن مشاعره وعن اهتماماته، يعبر مثلا هو شايف مرضه ده ازاي، طب هو حاسس ان هو هيحصل له ايه. اسيبه يتكلم براحته، انكرج البيشنت تو اسك كويشن، اشجعه ان هو يسالني، يعني اقول له رقمك معاي، رقمي معاك، لو حبيت تسالني عن اي حاجه تسالني، ابعت لي رساله على الواتس لو عايز تسال عن اي حاجه، لو ظهر اي حاجه او حصلت اي مشكله قول لي. تمام، واسيبه يتكلم براحته. يبقى انا لازم اخلي المريض يحكي لي كل توقعاته وكل اهتماماته وحاسس بايه، هو مهتم جدا براحته وان المود بتاعه يبقى حلو، اسيبه يعبر عن مشاعره واشجعه ان هو يسال اسئله. تمام، عندك اي سؤال يبقى اسالني في اي وقت، او معاك رقم اسالني. طبعا الكوميونيكيشن سكيلز اللي احنا قلناها دي كلها كان بي ديفلوبد with practice, patience and willingness to learn. يعني طبعا ما فيش حد عنده السكيلز كلها، ما فيش حد عنده السكيلز كلها من اول ما بيتولد. يبقى زي ما قلنا دكاترة الكوميونيكيشن سكيلز كان بي ديفلوبد with practice, patience and willingness to learn. مش اي حد يبقى عنده السكيلز دي مره واحده، لا، بتيجي بالممارسه وبالصبر، وان انت فعلا تبقى عايز ايه تتعلم وتطور من نفسك. تمام، تبقى بقى قبل بقى في شويه اسئله كده هنحلها تدريب، بس قبل ما نحلها نشوف كده احنا خدنا ايه في محاضرة النهاردة. محاضرة بسيطة خالص بس نفهمها، وان شاء الله تبقى سهلة وبسيطة ان شاء الله. طب يا دكاترة، احنا بقى اتكلمنا في المحاضرة دي عن ايه؟ اول حاجة عن حاجة بره المحاضرة اصلا، اللي هي البروفيشناليست، وقلنا ازاي الدكتور ده يبقى بروفيشنال، يبقى شكله كويس، معاملته كويسة، عنده اخلاقيات المهنة، يعرف يحل المشكلة، والحاجات اللي هي تبع الايه البروفيشناليزم دي كلها. بعد كده اتكلمنا عن دكتور بيشنت ريليشن شيب، انها طرفين قاعدين قصاد بعض هيبتدوا يتكلموا مع بعض، طرف منهم هو اللي عنده المعلومة، هو اللي هيدور على الشكوى ويصلح المريض قدامه كده ويعالجه، والطرف التاني اللي هو حاسس ان هو لا، ده انا خلاص كده حياتي بتنتهي من المرض ده. وقلنا ده طبعا كل واحد ليه نظره للمرض مختلفه، الدكتور بيبص له ان هو ايه مرض وهيتعالج، المريض بيبص له ان هو ايه لا ده كده حياته هتنتهي. وقلنا ان العلاقه بين الدكتور والمريض مش مجرد مرض وعلاجه خلاص، لا، ده ليها ايموشنال اسوشيشن. تمام، وان في فاكتورز كتير هي اللي هتحدد ان الريليشن شيب دي هتنجح ولا هتفشل. تمام، بعد كده قلنا ليه العلاقه دي فريده كده من نوعها ومهمه وبتاع، قلنا لان هو المريض بيشارك معلومات تخصه خاصه جدا، وابتدي ان هو بعد ما تاخد منه هيستوري يقوم عشان تكشف عليه، فيبتدي ان هو يعني يخلع اللبس اللي لابسه، فلازم يحس ان هو مستريح مش حاسس ان هو محرج. تمام، بعد كده قلنا انواع الدكتور بيشنت ريليشن شيب، الباترناليستك والميوتشوال والكونسيومرست والديفولت، وقلنا كل نوع منهم باترناليستك يعني ان هو فيه زي اب وابنه، وقلنا الميتشال يعني في لا دي احسن نوع، وقلنا ده فيه مشاركه ما بينهم هما الاثنين، الحوار رايح جاي. الكونسيومرز ده لا، المريض هو اللي متحكم اكتر من الدكتور، والديفولت دي لا، اهمال، ده مطنش وده مطنش. بعد كده قلنا ايه يعني ايه كوميونيكيشن، يعني التواصل اللي هيحصل ما بين الطرف اللي هيقول المعلومه والمعلومه والطرف اللي هياخد المعلومه. تمام، بعد كده الكوميونيكيشن مع البيشن طبعا مهم عشان اشخص وعالج، وتبقى في علاقه كويسه ما بينه وما بين المريض، واقدر ان انا اوصله المعلومه اللي عندي بشكل كويس. بعد كده قلنا طب هي ليه مهمه، لان المريض هيبقى مستريح وراضي وهيسمع كلامي، وهخليه يشترك معايا كمان في القرار اللي هناخده في علاجه، وده هيديني نتائج كويسه جدا وهيقلل لي الشكاوى.
تمام. بعد كده قلنا ايه اهم الشكاوى، ان المريض الدكتور مش سامعني، الدكتور ما بيسالنيش اصلا ايه اللي عندك عشان اقدر اعرف احكي كويس، ما بياخدش مني معلومه كويس، مش مهتم بيا، مش محترمني، وهكذا. بعد كده قلنا ايه الجود سكيلز، ان انا ارحب بالمريض من ساعه ما يدخل واخد منه المعلومات بشكل كويس، يبقى في كده حوار داير ما بيننا، انا اشرح له هو يقول لي، اسمعه كويس، ابقى متعاطف معاه واتاكد ان هو فاهم قبل ما يمشي، وانهي السيشن بشكل كويس. برضه الانفورميشن اللي جالي دي لازم تبقى دقيقه وموضوعيه واكيده، وان لو انا قعدت مع المريض كمان مره اخد منه نفس المعلومات بنفس الطريقه. قلنا الكوميونيكيشن هتواصل مع مين، مع المريض او مع الفاميلي، عيلته اللي جايه معاه، او مع الكوليجز اللي هم يعني زمايلي في الشغل، او مع اي دكتور معايا او ممرضه او ايا كان مين اللي هيبقى معايا. طب الفيزيشن ديوتيز بقى، قلنا واجبات الدكتور ان يحترم البيشنت، وتاكد ان البرايفسي يبقى فيه خصوصيه، ان المعلومات دي مش هتطلع لحد، ويبقى مهتم بيه فعلا وما يشتتوش. قلنا ازاي الريسبكت هيحصل، ان انا اقدم نفسي واشرح دوري ايه بالظبط، وان انا انادي بالالقاب كده، ولو مناسب اسلم بالايد. الامباثي ان انا اتعاطف مع الشكوى، وده يحصل ان انا ابقى مهتم واسمع بشكل كويس المريض اللي قدامي واهتم بشكله. الاوبجكتيفيتي ان انا اخرج خالص معتقداتي وارائي خالص، وان انا احترم كل الفئات اللي داخله لي وكل المرضى اللي داخلين لي باختلاف مستوياتهم الاجتماعيه والماديه والتعليميه وهكذا. قلنا الاكتيف ليسننج سكيلز هتحصل ازاي، ان انا اقول له كده كلام في نص الشكوى بتاعته، يحس ان انا مركزه معاه، زي يقول لي اكتر عن الموضوع ده، كلمنا اكتر عنه، او ايوه بتاع، احس ان انا مركزه، وان انا ما اقطعوش كل شويه واسيبه يتكلم براحته. قلنا البودي لانجوج مهمه، ان النون فيربال ده نص ده تلتين الكوميونيكيشن، ولازم ابقى مهتمه بالمريض، قعدتي باين فيها الاهتمام، باصص في عينيه، ما بتكلمش بسرعه، ابروبيديوس تاتش، استخدم التاتش وقت ما يبقى مناسب، وهكذا. واخر حاجه قلنا الكوميونيكيشن ده، ان انا اهتم براحه المريض، وان انا اخليه يعبر عن ارائه كلها ومشاعره واهتماماته كلها بالمرض اللي عنده، وان انا اشجعه يسالني في اي ايه في اي وقت. شويه اسئله تدريب بقى. اول سؤال بيقول لك الانفورميشن جاذرد فروم البيشنت شود بي بريسايز، ترو ولا فولس؟ ترو، قلنا الانفورميشن لازم تبقى بريسايز يعني دقيقه، وكمان لو انا خدتها وزميلي جه ياخد ده بعدي، او لو انا كمان جيت اخد ده في وقت تاني، هاخد ده بنفس الطريقه ونفس المعلومات. طيب تاني سؤال بيقول allow the patient to tell their whole history with unnecessary interruption، طبعا false، لان معناه ان انا اخلي البيشنت يقول لي الستوري بتاعته وشكوته بانتربشنز، غلط، لازم ما يبقاش في انتربشنز خالص، ما اقعدش كل شويه بقى ارد على الموبايل والممرضه تدخل وكده، يبقى فولس. about the physician duties which is false، ايه اللي غلط في اللي احنا هنقوله ده؟ not to respect the patient، اه ده غلط، ان انا ما احترموش، طبعا ده غلط، ده مش من واجبات الدكتور خالص. طب نشوف بيت الاجابات، ensure privacy و trust of the confidential information، اه لازم يبقى في ثقه فعلا واهتمام كده، المريض فعلا دي حاجه صحيحه، دي من واجبات الدكتور. demonstrate genuine concern for patient، انا ابقى مهتم بالمريض، دي من اهتمامات، دي من واجبات الدكتور، مظبوط. limited distraction to provide patient and devote attention، انا اقلل التشتت، ده مظبوط، ده من واجبات الدكتور. يبقى الوحيده اللي مش من واجبات الدكتور هي ايه؟ نوت ريسبكت البيشنت، انما الصح منها ايه؟ ان هو يريسبكت، ان هو يحترم البيشنت. يبقى الاجابه هنا الغلط، او which is false، الاجابه هنا اللي هنختارها هي نوت ريسبكت البيشنت. خلاص كده يا دكاتره، خلصنا المحاضره، ويا رب تكون محاضره سهله وبسيطه، وثانك يو.